الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، شرع الشيخ في هذه المقدمة لهذا الكتيب يتحدث عن الضروري الذي ينبغي ذكره في هذا الفن، وهذا ما درج عليه الأقدمون في تأليف كتبهم، فقد درجوا على ذكر هذا العلم ومن وضعه إذا كان له واضع، وما موضوعه ومسائله، وكل ما يتعلق بهذا الفن أو ذاك. وكانوا يذكرون 10 مسائل تقريباً تذكر في مقدمة كل كتاب. هذه 10 جمعها الإمام الخضري، كما جمعها الإمام محمد علي الصبان، كل بطريقته عبر عنها في أبيات من الشعر. فما قاله الخضري، قال: مبادئ أي علم، سواء كان علم الصرف، علم النحو، علم التوحيد، أصول الفقه، أي علم، مبادئ أي علم كان حد وموضوع وغاية مستمد، مسائل نسبة واسم وحكم وفضل واضع 10 تعد. ففي كل علم يريدون التأليف فيه يذكرون في المقدمة هذه المسائل 10، فيذكرون الحد، مبادئ أي علم كان حد، مبادئ أي علم كان حد. والحد هو التعريف، المراد بالحد هو التعريف، معنى يعرفون هذا العلم، لابد من تعريفه قبل الشروع في هذا الفن أو ذاك. وموضوع، ما موضوعه؟ موضوع النحو، الصرف، أصول الفقه، التفسير، ما موضوع هذا العلم؟ وغاية، ما غايته؟ ما ثمرته؟ ما الفائدة المرجوة منه؟ مستمد، من أين استمد هذا العلم؟ من أين؟ مثلاً علم الصرف أو علم العربية، من أين استمد؟ طبعاً سيذكر الشيخ في هذا طبعاً أنه مستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كلام العربي نثره ونظمه. مسائل، ما هي المسائل الأساسية التي ترد في هذا الفن أو ذاك؟ نسبة إلى أي فن ينتسب؟ هل هذا العلم، هل هو ينتسب مثلاً إلى علم العربية، إلى علم الشريعة؟ طيب، إذا كان إلى علم العربية، إلى أي علم من علوم العربية؟ إلى متن اللغة، إلى علم البلاغة، إلى علم النحو، علم الصرف، ينتسب إلى أي؟ وما اسمه؟ وإذا كان عنده عدة أسماء، ما اسم هذا الفن؟ وحكم، ما حكمه؟ ما حكم تعلمه؟ هل حكمه الوجوب أو مستحب أو مندوب
أو هو فرض كفاية؟ ما حكمه تعلم هذا العلم؟ هل يجب؟ هل هو فرض عين وإلا فرض كفاية؟ طبعا هذا درج المؤلفون قديما على ذكر هذه المسائل في بداية كل كتاب، عندما يؤلفون كتاب يتحدثون عن هذه المسائل. وفضل، ما فضله؟ ما فضل هذا العلم؟ هل هو مفيد للأمة، مفيد للفرد؟ هل هو من نافلة القول؟ هل للتسلية، للمتعة، للعلم والفائدة والمعرفة؟ ما فضله بين العلوم؟ واضع، وفضل واضع. من وضع هذا العلم؟ طبعا إذا كان معروفا، بعض العلوم ما هي معروفة، لكن بعض العلوم معروف، بعض العلوم معروف قائلها. فطبعا هنا الشيخ نسبه كما قلنا إلى معاذ بن مسلم الهراء، مثل ما نسب علم أصول الفقه إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فمن واضع هذا العلم؟ قال: عشر تعد. إذن هذه عشر مسائل قبل بداية التأليف يتحدث المؤلفون عن، إذن هي الحد والموضوع والغاية والاستمداد من أين مستمد، والمسائل والنسبة والاسم والحكم والفضل والواضع. بدأ الآن باسم هذا الفن، قال اسمه الصرف. هذا الفن هو الصرف، ويقال له التصريف. طبعا الصرف من الفعل صرف، يصرف صرفا، من باب ضرب يضرب ضربا. وطبعا اختار الصرف الشيخ لأن الكلمة ثلاثية، وأصول الكلمات ثلاثية، وهو أخف من كلمة التصريف. ثم تأتي على غرار كلمة النحو، نحو صرف، ولذلك قال شذ العرف في فن الصرف، ما قال في فن التصريف، وإن كان بإمكاني أن يقول ذلك، ولكنه طبعا بالإضافة إلى السجع الذي اتبعه، بالإضافة إلى هذا لأنه يأتي على غرار كلمة نحو وصرف، ثم هي أخف من كلمة التصريف وهي ثلاثية. ويقال له التصريف أيضا. طبعا التصريف مصدر صرف تصريفا، كعلم تعليما ومجد تمجيدا، فهنا طبعا أراد بها التثقيل والمبالغة في التصريف، لأن هناك تصريف وتغيير وتحويل للكلمات. وهو لغة، طبعا يتم التعريف لغة واصطلاحا، وهو لغة التغيير. إذن المراد بالصرف والتصريف التغيير، ومنه تصريف الرياح أي تغييرها. فتغيير الرياح وتحويلها من دبور وجنوب وشرق وغرب، فتصريف الرياح، وأحيانا الرياح تكون حارة، وأحيانا تكون باردة، وأحيانا تكون عاصفة، وأحيانا تكون عقيما، وهكذا تتصرف هذه الرياح وأنواعها. فكذلك هذا العلم فيه تغيير وفيه تحويل. واصطلاحا بالمعنى العملي، إذن هو قسم الاصطلاح إلى معنى عملي ومعنى علمي. فقال اصطلاحا بالمعنى العملي تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. إذن
من ناحية الاصطلاحية العملية، أن هذا العلم يتم فيه تحويل الكلمة الواحدة وتغييرها وتبديلها من أصل واحد إلى أمثلة متنوعة ومختلفة. فنقول مثلا في كتب يكتب، مثلا أكتب، كاتب، مكتوب، مكتبة، وهكذا يكون الأصل واحد، ثم نصرف هذه الكلمة ونحولها ونغيرها إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة. طبعا لما نحول مثلا من صيغة إلى أخرى، لأن هناك معنى مراد، فمعنى كتب غير معنى يكتب. كتب في الزمن الماضي، أما يكتب فهو الآن يكتب وهو مستمر في كتابته. وكذلك إذا غيرنا من اسم الفاعل إلى اسم المفعول، فإذا قلنا مثلا مستعمر غير لما نقول مستعمر، مجرد تغيير الحركة من الكسر إلى الفتح تغير المعنى. مستعمر هو الذي يستعمر غيره، ومستعمر هو الذي استعمر وهو محتل. فمجرد تغيير من صيغة إلى صيغة، تحويلها، يتغير المعنى لمعان مقصودة. أنا ليس مجرد تغيير أنك تغير معنى هكذا كيفما اتفق، وإنما هي معان متفق عليها، متعارف عليها ومقصودة، لا تحصل إلا بها. معنى هذه المعاني لا يمكن أن تحصل إلا بهذا التحويل الذي نتعمد تحويله، كاسمي الفاعل والمفعول. كما قلت مثل ما ضربت المثال، معنى مثل ما نقول مستعمر غير ما نقول مستعمر، ولما نقول فاتح غير مفتوح، فاسم الفاعل غير اسم المفعول، واسم التفضيل لما نقول فلان أكرم من فلان غير ما نقول فلان كريم. فلان كريم تدل على أنه كريم دون مفاضلة بينه وبين غيره، لكن إذا قلنا فلان أكرم من فلان فقد اشتركا في الكرم، ولكن أحدهما يفوق الآخر في الكرم. والتثنية كذلك، أن نثني الكلمة، نقول مثلا رجل رجلان، وولد ولدان، وشمس شمسان، وهكذا، والجمع كذلك. فكل هذه إذا ثنينا أو جمعنا أو استخدمنا اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو أفعل التفضيل، كل ذلك لمعان مقصودة نحن نريدها والمعنى يقتضيها. وبالمعنى العلمي، معنى الصرف بالمعنى العلمي، معناها المعنى الاصطلاحي قلنا يشتمل على نوعين، معنى عملي ومعنى علمي. بالمعنى العلمي، تعريف الصرف هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة، هو علم بقواعد، بقوانين، علم بأصول. أصول هي قواعد كلية، قواعد تضبطها، علم بأصول وقواعد وقوانين يعرف بها أحوال أبنية الكلمة. الأبنية جمع بناء، مثل أقبية جمع قباء، وأبنية جمع بناء. فأبنية الكلمة، الأبنية هي الصيغ، الأبنية هي الصيغ، صيغة، صيغة الكلمة، بنيتها، كيف بنيت هذه الكلمة، ترتيب حروفها وحركاتها وسكناتها. فهذا العلم يعلمنا بهذه القواعد، ونعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. طبعاً استثنى وأخرج ما هو إعراب وبناء، لأن هذا يخص علم الصرف، علم النحو،
هذا يخص علم النحو، الإعراب والبناء هذا من مشمولات علم النحو، الإعراب والبناء من مشمولات علم النحو. لكن بالنسبة لعلم الصرف يتحدث عن أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. بمعنى الإعراب والبناء هذا يخص الحرف الأخير من الكلمة، الإعراب والبناء يخص الحرف الأخير من الكلمة. مثلاً على سبيل المثال نقول في المبنيات، مثلاً نقول من جاء، من جاء هنا من اسم استفهام، واسم استفهام مبني، مبني نقول مبني على إيش؟ مبني على السكون. إذن حركة البناء أو حركة الإعراب تكون على الحرف الأخير، من النون عليها سكون، فهذه حركة بناء. ولما نقول جاءت سعاد، فسعاد هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة وين موجودة؟ على الحرف الأخير الدال، هذه حركة إعراب. إذن حديثنا عن أحوال الكلمات والصيغ من ناحية الصرف يتحدث عن بنية الكلمة سواء أولها أو وسطها ما عدا الحرف الأخير منها، ما كان يتعلق بالإعراب والبناء وهو الحرف الأخير هذا من مشمولات علم النحو. أما بالنسبة لعلم الصرف فهذا يتحدث عن بنية الكلمة غير الحرف الأخير سواء الأول أو مثل ما نقول مثلا كما ذكرنا بالأمس، قلنا مثلا في الحرف الأول نقول جنة وجنة وجنة ضبط الحرف الأول، أو مثلا في لما نضبط الوسط نقول هذه الكلمة مثلا ضرب يضرب في المضارع، بينما نقول فتح يفتح بالفتح في الوسط فتح عين الكلمة، وكرم يكرم. طيب كيف عرفنا أن فتح يفتح وضرب يضرب وكرم يكرم؟ عين الكلمة جاءت مرة مكسورة ومرة مفتوحة ومرة مضمومة، إيش اللي يهتم بهذا؟ هو علم الصرف، علم الصرف هذا الذي يختص به. إذن هو يهتم، هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. وموضوعه، موضوع هذا العلم، علم الصرف، إيش موضوعه؟ الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال. وهنا يخرج الألفاظ الأعجمية، إذن هو يخص الألفاظ العربية وليس الألفاظ الأعجمية، وإن كانت قد دخلت إلى العربية وإن كانت معربة، إنما هو يخص الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال، كالصحة أن تكون الكلمة صحيحة أو تكون معتلة أو تكون أصيلة أو تكون زائدة، سواء فيها أصالة أو فيها زيادة، أو هذه الكلمة صحيحة وإلا معتلة. طبعاً ما يتعلق بالصحة والاعتلال والأصالة والزيادة والمجرد والمزيد، كل هذا يهتم به علم الصرف. ويختص بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة كما ذكرنا بالأمس. إذن قلنا يختص بالأسماء المتمكنة بمعنى يختص بالأسماء المعربة، أما الأسماء المبنية هذه لا يختص بها، ولذلك لا يختص بالضمائر
لأنها مبنية ولا يختص بأسماء الإشارة ولا بأسماء الاستفهام ولا بأسماء الموصول ولا أسماء الشرط ولا أسماء الأصوات ولا كل هذه، لأنها مبنية لا يختص بها، وإنما يختص بالأسماء المعربة، الأسماء المعربة المتمكنة، ويختص بالأفعال المتصرفة. معنى ذلك أنه لا علاقة له بالأفعال الجامدة، الأفعال الجامدة مثل نعمة وبئس وعسى وليس وحبذا، هذه الأفعال الجامدة لا علاقة له بها. وكما قلنا كذلك لا يختص بالحروف، إذن هو لا يختص فقط إلا بالأسماء المتمكنة أي المعربة والأفعال المتصرفة. وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وجمعها وتصغيرها فصوري لا حقيقي. طيب، ورد، نحن إذا قلنا علم الصرف يهتم بالتثنية والجمع، طيب وردت بعض الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة مبنية ليست معربة، الأسماء الموصولة وردت مثنات ووردت مجموعة، يعني الاسم موصول مثلا الذي أو التي، هذا اسم موصول. طيب اسم موصول هذا يثنى، نقول اللذان في حالة الرفع واللذين في حالتي النصب والجر، إذن هو يعامل معاملة المثنى. وكذلك عندنا اسم موصول جمع، نقول الذين والذون، نحن الذون صبحوا الصباح، نحن الذون، ورد الذين ورد الذون. طيب إذن كيف هذا؟ طبعا هذه تثنية. الحقيقة يقول الشيخ وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة أو أسماء الإشارة، أسماء الإشارة كذلك، ذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع، ذاني وتاني، وذيني وتيني. طبعا ذاني طبعا هي هذان، وتاني هاتان، طبعا الهاء هنا هاء التنبيه، في الأصل هي هاء التنبيه ليست اسم الإشارة، وإنما اسم الإشارة المثنى ذاني، إذا أضفنا لهاء التنبيه نقول هذان. كذلك حتى في المفرد نقول ذا، لكن لما نضيف لها هاء التنبيه نقول هذا هذا. الهاء هذه وإن كان درجنا على أنها اسم الإشارة هذا، لكن في الحقيقة اسم الإشارة هي هاء، عفواً هي ذا فقط. أما بالنسبة لهاء هذا حرف وليس باسم، هذا حرف تنبيه، حرف تنبيه. اسم الإشارة هو ذا وذاني وتاني. نعم، فورد كما قلنا هنا بعض الأسماء الموصولة وبعض أسماء الإشارة وردت مثنات ومجموعة. فهنا الشيخ أراد أن ينبه، قال هذا وإن كان قد ورد إلا أنه ليس من مشمولات الصرف، لأن هذا الذي ورد هو في الصورة فقط، صوري لا حقيقي، هو في الظاهر فقط، في الصورة صوري أي في الظاهر، صوري أي في الظاهر، وحقيقي أي في الحقيقة. طيب كيف؟ طيب لو كان الأمر مثلا نحن في المثنى، مثلا لو أتينا إلى الاسم الموصول، الاسم الموصول الذي، في التثنية نقول اللذان، صح ولا؟ طيب هل يشتبه في الكتابة وإلا ما يشتبه؟ لا، مختلفين في الكتابة، حتى في الكتاب نحن المثنى أن نحافظ على صيغة المفرد ثم نزيد ألف ونون
في حالة الرفع، ويا ونون في حالة النصب والجر. مثل رجل، رجلان، رجل تبقى زي ما هي لا تتغير ولا تتبدأ، ونضيف عليها ألف ونون، رجل رجلان، عالم عالمان، نزيد ألف ونون. طيب بالنسبة للذي، لو كان هي على هذه القاعدة ماذا نقول؟ ها، نقول اللذيان، الذي نحن ما نقول اللذيان، نقول اللذان. الأمر الآخر حتى في اللام بالنسبة للمثنى، لامان مش لام واحدة، لما تكتب اللذان واللذين إياك تعمل لام واحدة، أعمل لامين مش لام واحدة، إذا كتبتها لام واحدة غلط. نعم، ولذلك قال هذه وإن كانت مثنى، سمعت عن العرب مثنات أو مجموعة، فهي صورية ليست حقيقية، وإنما هي وردت شاذة هكذا عن العرب فتحفظ كما سمعت. ولذلك قال وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وجمعها وتصغيرها، ها؟ تصغير نفس الشيء، ورد عنا اللذي واللتي، تصغير الذي والتي، اللذي بفتح اللام، اللذي واللتي، ها؟ طبعا اللذي أعمل لها ألف في الأخير، اللذي شدد الياء وأعمل لها ألف، واللتي. فهذه جاءت مصغرة، تصغير الذي وتصغير التي، ولكن هذا طبعا شذوذا ورد عن العرب وليس على القاعدة المضطردة المتبعة. فصوري لا حقيقي. وواضعه من وضع هذا العلم؟ قال معاذ بن مسلم الهراء، نسبة إلى هرات، هرات تقريبا في أفغانستان الآن تقريبا. نعم، فمعاذ بن مسلم الهراء قال هو واضع هذا العلم، علم الصرف، وقيل سيدنا علي كرم الله وجهه. الحقيقة هناك من استدرك على هذا الكلام، ومنهم الأستاذ الشيخ محمد عبد الحميد رحمة الله عليه، هذا العالم المدقق المحقق العالم المصري، قال الحقيقة أنا أشك في ذلك، أن يكون معاذ بن مسلم الهراء هو الذي وضع هذا العلم. ليه؟ طيب إيش دليلك يا شيخ محمد عبد الحميد؟ قال لأنه لم يرد ولا مسألة واحدة صرفية في كتب الصرف ولا في كتب النحو منسوبة إلى معاذ هذا ابن مسلم الهراء. قال ما هو معقول هالكلام، هذا رجل واضع هذا العلم ولا ينسب إليه شيء من فروعه وأصوله ومسائله. أنا كان ممكن نجد الإشارة في كتب الأقدمين، وأن هذه المسألة قال بها معاذ بن مسلم الهراء، قال ما وجدنا مسألة صرفية منسوبة إليه. طيب إذن كيف جاءت هذه النسبة إذا كان مش هو واضع هذا العلم؟ احتمل احتمال محمد عبد الحميد رحمه الله، قال يحتمل أن الرجل كان بارعاً في التمارين والفروض اللي تكلمنا عليها بالأمس، وقلنا لا داعي لها، وهذه شوشت على طلاب العلم ونفرتهم من هالعلم، هذا كثرة التمارين والفرضيات. لعل الرجل كان بارعاً في هذا الفن اللي هو فن التمارين، فلذلك نسب إليه هذا العلم. طيب إذا كان، إذا من وضعه؟ افترض محمد عبد الحميد رحمه الله، قال مثل ما أن الفرضية قائمة بالنسبة لعلم النحو أن واضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي،
وقيل سيدنا علي كرم الله وجهه، قال نفس الفرضية تبقى قائمة. قال لأن في بداية التأليف لم يكن هناك فصل بين علم النحو وعلم الصرف، ها كانا متداخلين متدخلين مع بعض، مع علم النحو وعلم الصرف، وبالتالي فإن واضع علم النحو هو واضع علم الصرف، ويكون أبو الأسود الدؤلي هو أول من وضع هذا العلم، مثل ما قيل أنه مثل ما قيل إنه وضع علم النحو. والاحتمال الآخر أن يكون سيدنا علي كرم الله وجهه، والعلم عند الله تعالى ما دام ليست هناك رواية صحيحة ثابتة تنسب هذا العلم إلى عالم. وكثير من العلوم أحياناً لا يعرف واضعها، كثير من العلوم أحياناً، خاصة طبعاً قد مر على بلاد المسلمين ما مر من محن وإحن ومصائب، ورميت كثير من كتبنا في البحار وفي دجلة والفرات حتى تغير لون الماء من المداد. طبعاً كثير من الكتب ما وصلنا إلا القليل، كثير منها قد راح وضاع. فكثير من العلوم لا يعرف واضعها. نعم. ومسائله وقضاياه، أهم المسائل، أهم المسائل التي تطرق في هذا الفن أو العلم. وطبعاً المسائل جمع مسألة، مسألة ومسائل، وقضايا جمع قضية، كما نقول في رزايا جمع رزية، وبلايا جمع بلية، وهدايا جمع هدية. ها، فالقضايا الأساسية التي نتناولها في هذا العلم، فهو سيتعرض للمسائل والقضايا الأساسية التي يتناولها العلماء في فن علم الصرف، التي تذكر فيه صريحاً أو ضمناً مثلاً. ثم مثل على ذلك من هذه القضايا، قال كل واو، يعطيك قاعدة صرفية، كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. في قاعدة صرفية، كل واو أو ياء من حروف العلة تحركت. إيش معنى تحركت؟ بمعنى كان الذي عليها حركة وليس سكون. فإذا كان الذي عليها، القاعدة تقول كل واو أو ياء تحركت، أي كان عليها حركة، وانفتح ما قبلها، كان الحرف الذي قبلها مفتوحاً، تقلب هذا حرف العلة، هذا يقلب ألفاً. ولذلك قالوا مثلاً في فعل قال، قالوا الأصل قول، الأصل إيش؟ قول. طبعاً بدليل إيش؟ بدليل المصدر قولاً، ها، وقل لهما قولاً كريماً، قولاً. طيب كيف تحولت هذه الواو إلى ألف؟ قالوا لأن القاعدة أن الواو أو الياء إذا تحركت قوالا، الواو متحركة عليها فتحة، قوالا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، القاف عليها فتحة، قوالا، فهي قد تحركت عليها حركة واللي قبلها متحرك، تقلب ألفا صارت قالا. وكذلك بيع، المصدر بيع، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها، كان اللي قبلها فتحة، فقلبت إيش؟ إلى ألف، صارت باع. فأعطاك مثال على ذلك، قال كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. ونحو من بين هذه القواعد التي تذكر، إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون
لو قال وكانت الأولى منهما ساكنة كان أولى، لو قال وكانت الأولى منهما كانت ساكنة كان أولى، قلبت الواو والياء وأدغمت في الياء وهكذا. مثل إيش؟ مثل كلمة ميت، كلمة ميت أصلها طبعا ميوت، مات يموت، ميوت. فعندنا هنا اجتمعت الواو والياء، ميوت، الياء والواو مجتمعين، والأولى منهما ساكنة، مي، الياء ساكنة. ففي هذه الحالة القاعدة تقول، يقول إذا اجتمعت الواو والياء وكانت الأولى منهما ساكنة، سواء كان الواو أو الياء، المهم أن تكون الأولى، وكانت الأولى منهما ساكنة، إيش اللي يحصل؟ قلبت الواو ياء، ولذلك ميوت، اجتمعت الواو والياء والأولى منهما كانت ساكنة، تقلب الواو ياء ثم تدغم الياء في الياء، بعد ما كانت ميوت تصبح ميت، ميت. وكذلك سيد، سيود، ها، من ساد يسود، نعم، وقيم وغيرها، نعم، نفس عصام سودت عصاما، أي جعلته سيدا، مش سودة تصار أسود اللون، لا، أصبح سيدا، نعم. قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وهكذا. وثمرته، ثمرة هذا العلم، قال أهم ثمرة صون اللسان عن الخطأ في المفردات، مش في التراكيب، في التراكيب النحو، أما في المفردات علم الصرف، صون اللسان عن الخطأ في المفردات. ها، ولذلك عنها الضبط، ضبط الكلمات مهم أحيانا، لا سيما إذا ترتب عليك على ذلك خطأ فادح قد يوقع في اللبس، ولذلك الضبط أحيانا مهم. عنها الإخوة الآن سألوني وأنا داخل، عن قالوا لي هل دلالة أفصح أو دلالة؟ قلت الأفصح عند العرب دلالة بفتح الدال، ولكن سمع دلالة بالكسر، لكن الأشهر والأفصح دلالة، لكن لو قيل دلالة أو دلالة كلاهما مسموع. لكن أحياناً نضبط كلمات لا أصل لها، وكثيراً ما سمعنا يقول القائل ومن ثم ذهبنا إلى كذا وكذا، ومن ثم، ها، طبعاً الصواب ومن ثم، أي ومن هناك، هنا إشارة للمكان، ومن ثم مش ومن ثم، ثم هنا حرف عطف، كيف تدخل من حرف الجر على الحرف حرف العاطف؟ هذا ما يصير الكلام، هذه من الأخطاء الفاحشة اللي راجت على ألسنة الناس. أنا أحيانا بعض، حتى بعض دكاترة أحيانا في الفضائيات تسمعها ومن ثم ومن ثم، لا، ما فيش ثم، نعم. طبعا وما أكثر هذه الأخطاء الشائعة. إذن ثمرته صون اللسان عن الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة في الكتابة. أحياناً لما يكون تريد أن تجمع أو أن تثني أو أن تأتي باسم الفاعل أو باسم المفعول أو أفعل التفضيل أو كذا، فإذا كنت غير عارف بهذه الأصول والقواعد والقوانين لا يمكنك ذلك، فتخطئ إذا تحدثت، وكذلك تخطئ إذا كتبت. ولذلك هذه أحسن ثمرة من ثمارة، نعم، ضبط هذا اللسان وهذه اللغة واستمداده. طيب هذه القواعد منين؟
وضعها العلماء اتفاقا وتواضعا وتواضعوا عليها، وإلا منين استمدوها؟ استمدت هذه القواعد من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العربي. أما بالنسبة للقرآن فهو أفصح الكلام بلا خلاف، وهو الحجة البالغة الباقية، وما ورد في القرآن الكريم هو الحجة التي ليس بعدها حجة، وهذا موضع اتفاق بين علماء العربية، ليس موضع خلاف أبداً. كل علماء العربية قديماً يستمدون قواعدهم النحوية والصرفية واللغوية من القرآن الكريم، ويرون القرآن حجة في ذلك، ليس موضع خلاف أبداً. طبعاً الآن في محاولات لاستمداد كل القواعد من القرآن الكريم وإلقاء ما عداها زي ما قالوا في البحر. الحقيقة أنا شخصياً لست من المؤيدين لهذا، لأن القرآن الكريم ليس كتاب لغة، وإن كان هو أفصح الكلام، لكن هو ما جاء كتاب نحو ولا صرف وإلا كتاب لغة، وإن كان تؤخذ منه القواعد. ثم القرآن الكريم لم يسع كلام العرب كله، أنا كلام العرب أوسع وأشمل، فلا نضيق واسعا. فهذا ولسنا بأحرص على كتاب الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد نسب وضع النحو إلى الإمام علي كرم الله وجهه، فمن القرون الأولى ما قالوا هذا الكلام أن القواعد لا تؤخذ إلا من القرآن الكريم. ولذلك وضعت الآن، بدأت في محاولات للتنظير نظرية تسموها نظرية النحو القرآني. على كل حال لهم رأيهم، ولكن الحقيقة أرى أن في هذا تضييق واسع. استمداده من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ففي حجيته خلاف، هل تؤخذ القواعد النحوية والصرفية من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في ذلك خلاف طويل عريض بين أهل العلم. وطبعاً هناك الأكثرية، الجمهور يمنع أخذ هذه القواعد من الأحاديث النبوية الشريفة، وهناك من العلماء من يرى ذلك، والحقيقة على رأس المدافعين والمناصرين لهذا التوجه الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى صاحب الألفية. الإمام ابن مالك استشهد بأحاديث كثيرة في كتبه، أحاديث كثيرة وكثيرة جدا في كتبه، محتجا بها على بعض القواعد النحوية أو الصرفية. والحقيقة وضع الشيخ محمد الخضر حسين رحمة الله عليه، شيخ الأزهر وعلامة تونس رحمة الله عليه، هذا العالم النحرير الذي ذهب إلى مصر أيام الاحتلال الفرنسي لتونس، وكان صادر ضد حكم الإعدام، وذهب إلى بلاد الشام، ثم طاردته السلطات الفرنسية هناك لأن بلاد الشام كانت محتلة من فرنسا، فارتحل إلى مصر ووجد الحظوة في مصر، واستقبل استقبال الأبطال واستقبال العلماء، وذهب إليه يقبلون يده، ذهب إليه أربعة وزراء إلى بيته يترجوه حتى يتولى مشيخة الأزهر، وهو يتمنع ويرفض،
ويقبلون يده ويقبلون جبهته ويترجوا حتى يتولى مشيخة الأزهر، ورضي به العلماء وكل من لهم شأن في مصر، وفعلا بعد جهد جهيد تولى واستجاب لهذا المطلب وتولى رحمه الله مشيخة الأزهر. ولكن بعد ما شاف الأمور بدت شوية تنحرف شوية قدم الشيخ استقالته قدم الشيخ استقالته وقال أن صحته ما عاش تسمح له بالله رحمة الله عليه. فالشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى وضع كتابا في القياس، وهو أحسن ما كتب في القياس في الوقت الحاضر في القرن الحاضر. وضع كتاب في القياس بموجبه دخل إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دخلوه المجمع اللغة العربية بعد تأليف هذا الكتاب الرائع. فتكلم على عدة قضايا، من بينها تكلم على الاحتجاج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع لذلك ضوابط مفيدة وكان موقفاً وسطاً. طبعاً الجماعة اللي قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القواعد النحوية والصرفية، طبعاً حجتهم في ذلك أن علماء الحديث أباحوا الرواية بالمعنى، معنى قالوا ليس بالضرورة أن يروى بالنص وباللفظ، فأباحوا كما هو معروف في علم الحديث أنهم أباحوا الرواية بالمعنى، ولو بالمعنى أن يروي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا ما يدرينا أن بعض هذا الكلام المروي بالمعنى يكون من كلام الرواة اللفظ، المعنى صحيح من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن اللفظ يكون من كلام الرواة وقد لا يكون فصيحا، ما يدرينا. الأمر الآخر قالوا، طبعا هم أجازوا ذلك لأن بعض الأحاديث طويلة ويصعب على المرء أن يحفظها بنصها ولفظها، فقالوا أجازوا له الرواية بالمعنى. فقالوا هذا لا يمكن حفظه. ثم أن هناك في سلسلة الرواة هناك كثير منهم أعاجم غير عرب، وهؤلاء الأعاجم ربما قد لحنوا أو أخطأوا، رووا بالمعنى إلى غير ذلك. طبعا الشيخ محمد الخضر حسين رحمة الله عليه جاء في المنطقة الوسط، قال يا سيدي كلامكم هذا على الرأس والعين، طيب وما تقولون في الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم خطية مكتوبة إلى الملوك والأمراء وبقيت محفوظة، هذه ما فيها كلام، هذه مكتوبة، إذا قالوا هذه يحتج به. قالوا طيب وإيش رأيكم فيما كان من جوامع الكلم، أحاديث قصيرة موجزة يحفظها كل واحد، كل واحد ممكن يحفظها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معناها لا يكثر من الكلام، حتى يقول الرواة لو أراد العاد في المجلس أن يعد كلماته يعدهم، ما كان يكثر من الكلام، وخاصة فيما كان من جوامع الكلم كان مختصرا. إذن هذه كل الناس حافظينها، قالوا إذن هذه كمان ندخلها يحتج بها. طيب قالوا إيش رأيكم في الأحاديث المتواترة، رواها جمع عن جمع عن جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم عن الكذب، قالوا حتى هذه ندخلها. المهم طبعا الشيخ وقف موقف وسط وضبط الأمور تمام رحمة الله عليه، ولذلك يبدو أن الشيخ الحملاوي يميل إلى هذا الرأي طبعا، وكأنه طبعا يقول أن ما توفرت فيه الشروط يحتج به، وكلام العرب طبعا كلام العرب نثره ونظمه هذا حجة، هذا حجة بلا خلاف، مثل ما أن القرآن حجة في القواعد النحوية والصرفية واللغوية بلا خلاف، كذلك كلام العرب حجة بلا خلاف بين أهل العلم، متفقون على ذلك. لأن طبعا إذا أشكل علينا شيء في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نلتمسه؟ نلتمسه في كلام العرب، وهكذا كان ابن عباس رضي الله عنه إذا أشكل شيء يلتمسه في أشعار العرب وفي كلام العرب.
إذن هذا العلم مستمد من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام العربي. وحكم الشارع فيه الوجوب الكفائي. طيب تعلم علم الصرف قال حكمه شرعا فرض كفاية، مش فرض عين، فرض كفاية. طبعا تعلمون فرض الكفاية كما يعرفه الفقهاء يقول إذا قام به البعض سقط عن البقية، هذا هو الفرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن البقية الإثم، سقط عن البقية. طيب وإذا لم يقوم به البعض أثمت الأمة جميعا، كل الأمة أثمت. هذا إيش معنى فرض كفاية؟ بمعنى إذا ما في من يقوم بهذا الأمر الأمة جمعا كلها آثمة. طيب وهذا طبعا لما يكون إنسان مثلا في مكان ما، قد يكون مثلا في مدينة في حاضرة فيها أكثر من واحد يقوم بهذه المهمة ويتولاها، طيب وإذا كان في مكان نائم في قرية من القرى وما فيه ولا واحد، كلهم آثمين، لازم يتعلموا هذه العلوم وهذه الفروض الكفائية، أنا ما يبقى ولا واحد ما يعرفها، لازم يتعلموا. وطبعا لما نقول فروض كفائية كل ما تحتاجه إليه الأمة في مجموعها مثل علم الطب وعلم الهندسة وعلم الفيزياء، هذه فروض كفائية على الأمة كلها جمعاء، لكن إذا قام بها البعض خلاص سقطت عن البقية. وهذه خاصة علوم الآلة بالذات اللي هو علم النحو وعلم الصرف وعلم متن اللغة، هذه ما تسمى بعلوم الآلة، هذه نحتاج إليها أوكد وأكثر. لماذا؟ لأن لها صلة بكتاب الله تعالى. وطبعا لو واحد أراد أن يتحدث في كتاب الله تعالى أو أن يتعاطى التفسير أو يتكلم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح في حقه متعينا، يعني هو فرض كفاية صحيح، ولكن أنت تريد أن تخوض غمار هذا الفن، فن التفسير أو فن الحديث، وتريد أن تخوض غماره أصبح في حقك متعينا، لأن لا ينبغي أن تتكلم في فن لا تحسنه وقد تسيء إليه. والأبنية جمع بناء، إيش هي البناء أو البنية؟ هي هيئة الكلمة الملحوظة، الهيئة أو الصيغة، الصيغة الملحوظة من حركة وسكون وعدد حروف. معناها طبعا لما نأتي إلى كلمة مثلا قفل، هذه الكلمة تتكون من ثلاثة أحرف، القاف والفاء واللام، ثم عدد الحروف، هذا عدد الحروف ثلاثة حروف قاف فاء لام، ثم الحركات والسكنات، الحرف الأول مضموم والحرف الوسط ساكن، وطبعا الأخير كما قلنا حسب موقعه في الجملة لأنه يخص علم النحو. إذن ترتيب الحروف، أن تأتي الفاء بعد القاف قفل، وتأتي اللام بعد الفاء، هذا الترتيب، وعدد الحروف والحركات والسكنات، هذه تسمى إيش؟ الهيئة أو البنية أو البناء. والكلمة لفظ مفرد، طبعا وعلم الصرف يهتم باللفظ المفرد، ليس بالتركيب، وإنما يهتم باللفظ المفرد. والكلمة لفظ مفرد وضعه الواضع ليدل على معنى، طبعا هذه الكلمة إذا كانت اسما أو فعلا لابد يكون لها معنى، بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى الموضوع له. ثم يأتي بعد ذلك إلى تقسيم الكلمة، يقول تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وطبعا هذا هو التقسيم الذي قال به النحاة أيضا، أن الكلمة في العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. ثم بعد ذلك يعرف كل كلمة، يعرف كل كلمة من هذه الكلمات. فالاسم ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم، طبعا لابد وأن يكون لما نقول هذا اسم لابد وأن يدل على معنى مستقل بالفهم. لما نقول كوب هذا له معنى،
يفهم، ينصرف الذهن إلى هذا الكوب. فلابد أن إذا أعطينا اسم لابد وأن ينصرف الذهن لهذا المسمى الذي دل عليه الاسم، وليس الزمن جزءا منه. الاسم لا يدل على زمن، مثل رجل وكتاب. فأنت الآن إذا قلت رجل يأتي في مخيلتك رجل، تتصور رجل، وإذا قلت كتاب تخيلت كتاب. فليش؟ لأن هذا الاسم على مسمى موضوع، فهو يدل على معنى مستقل بالفهم، والفعل ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم أيضا له معنى. لما تقول ركب وشرب ونام واستيقظ، كل هذا له معنى، هو مستقل بالفهم. ولكن الفرق بينه وبين الاسم أن الزمن جزء منه، أنه يدل على زمن. لما تقول ركب في الزمن الماضي، لما تقول يركب أو سيركب، ها، فهذا يدل على الزمن، فالزمن جزء من هذا المعنى. مثل كتب في الماضي، ويقرأ، يقرأ الآن، واحفظ، ها، أحفظ، لما نقول لك أحفظ هذا في المستقبل، لأن أنا إذ أمرتك بالحفظ أنت لم تباشر الحفظ. لما أقول لك قم أنت جالس الآن، فأنا أطالبك بشيء سيقع بعد قليل في المستقبل، لكن في الوقت الحالي أنت لست قائما، أنت جالس. والحرف ما وضع ليدل على معنى غير مستقل بالفهم. الحرف يدل على معنى، ولكن يدل على معنى مع الكلمة المرتبطة به، لا يستقل بالفهم. الله أعلم. والحرف ما وضع ليدل على معنى غير مستقل بالفهم، طبعا هو يدل على معنى لكن غير مستقل بالفهم إلا إذا ارتبط بما بعده. مثلا على سبيل المثال لو قلت لم يقرأ، طبعا يقرأ فعل مضارع، أنا أدخلت عليه حرف جزم، حرف الجزم هذا حول المعنى من الحاضر إلى المضي، صار في الماضي. لما أقول لم يقرأ، لم يقرأ في الماضي، فالذي أفاد هذا المعنى هو دخول هذا الحرف عليه، بالإضافة إلى أنه جزم الفعل بعدما كان مرفوع أصبح مجزوما لم يقرأ، فهو جزم الفعل ونفاه، كان طبعا غير منفي أصبح منفي، ثم حول معناه من الحضور إلى إيش؟ إلى المضي، صار معناه في الماضي، لم يقرأ في الماضي. فهو يدل على معنى ولكن إذا اقترن بغيره. ثم مثل على هذه الحروف، قال مثل هل وفي ولم، ها، نفس الحروف التي مثل بها ابن مالك رحمه الله في الألفية، ها، كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم، ها، فمثل هل هنا طبعا هل حرف استفهام، حرف استفهام. طبعا نحن عندنا في الأسماء الاستفهام كلها أسماء ما عدا حرفين اثنين بس، اللي هما هل والهمزة بس، البقية كلها أسماء، أسماء الاستفهام. أما الحروف اثنين هل والهمزة. فهل هنا حرف استفهام، هل هذه تدخل على الأسماء مثل ما تدخل على الأفعال. إذن جبنا، تلاحظوا جبنا ثلاثة حروف مثل بهم، حرف مختص بالدخول على الأسماء، وحرف آخر مختص بالدخول على الأفعال لا يدخل على الأسماء، وجبنا حرف يدخل عليهما الاثنين على الأسماء وعلى الأفعال.
الحرف المختص بالدخول على الأسماء في، حرف الثاني في، هذا لا يدخل إلا على الأسماء، ما يدخلش على الأفعال. الحرف اللي بعد لم مختص بالدخول على الأفعال، لا يدخل على الأسماء. في نقول في الدار، في الجامعة، في المنتدى، في الشارقة، في بلاد الله. ولم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فيدخل إلا على الفعل المضارع. بينما هل تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال. فنقول مثلا هل محمد جاء، ونقول هل جاء محمد، يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز دخولها على الأسماء وعلى الأفعال. وطبعا قال ولا دخل له هنا كما مر، بمعنى نحن ذكرنا أن بالنسبة للحروف لا دخل لها في علم الصرف، إنما طبعا أراد أن يبين لأنه يتكلم على تقسيم الكلمة فقسمها وبين، ثم قال بالنسبة لهذه الحروف طبعا قلنا ليست من مشمولات علم الصرف. ويختص الاسم بقبول حرف الجر. طبعا هنا دخل، دخل يعطي كمقدمة نحوية في الحقيقة، لأن كما قلت علم النحو وعلم الصرف مدخلين في بعضهم، فطبعا يبين مما يختص به الاسم. قال من علامات الاسم ومما يختص به الاسم قبول حرف الجر، ها، قبول حرف الجر. حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء. طبعا الجر قد يكون بحرف الجر، والجر قد يكون بالإضافة، والجر قد يكون بالتبعية، ولكن طبعا هو يريد أن يتحدث عن أن قبول حرف الجر هذا علامة الإسمية، وما هو شرط أن يكون قبله حرف جر، الشرط هو قبوله، هل يقبل وإلا لا. لما نقول مثلا دار، طيب هل نستطيع أن نقول بداره، ها، خسفنا به وبداره، إذن دار هذه اسم، ما دام دخلت عليها الباء اسم. مثلا نقول فلان في داره، ها، إذن في داره دار اسم، طالما أنه يقبل حرف الجر فهو اسم. وذكر كذلك ال، مثل ما قال ابن مالك طبعا يتكلم عن الاسم، قال بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، طبعا يذكر ما يميز الاسم، فذكر هنا طبعا من علامات الاسم قبول حرف الجر وال، وبلحوق التنوين، ها، نفس الشيء بالجر والتنوين، التنوين والتنوين طبعا كما قلت هي نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، هذا هو تعريف التنوين. رجل، باب، كتاب، تنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، وبلحوق التنوين له وبالإضافة أن تكون الكلمة مضافة إلى كلمة أخرى، نقول باب المنتدى، باب الفصل، ها، فهنا مجرور بالإضافة. ونقول مثلا مثلا مطار الشارقة مثلا، وإلا عبد الله وعبد الرحمن بالإضافة، مجرور بالإضافة، نعم. وبالإسناد إليه، طبعا الاسم يعرف بأن تسند إليه، مثل ما تقول مثلا الرجل غائب، فأنت نسبت الغيبة إلى الرجل. نقول فلان شجاع، نسبت الشجاعة إلى مين؟ إلى فلان، إذن فلان مسند إليه، أسندنا الشجاعة. علي شجاع، أسندنا الشجاعة إلى من؟ إلى علي، إذن علي مسند إليه.
نقول مثلا قام الرجل، نسبنا القيام إلى من؟ إلى الرجل، إذن الرجل مسند إليه، معنى إذا كان مبتدا يكون مسند إليه، وإذا كان فاعلا يكون مسند إليه. هذا إيش معنى مسند إليه؟ أن نسند إليه، وبالإسناد إليه وبالنداء، ها؟ معناها إذا دخلت عليه أداة النداء فهذا علامة على الإسمية، يا نوح اهبط بسلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ها؟ يا لوط، وهكذا. فنعم، فقبول النداء هذا علامة الإسمية. الحمد لله منشئ الخلق من عدمي، ها؟ طبعا نحو أعطاك مثال. طبعا الحمد لله، لله هنا اسم الجلالة، هنا مجرور باللام، فهذا علام على أنه اسم مجرور باللام. منشئ الخلق، ها؟ الحمد لله منشئ، طبعا هنا طبعا راح يكون هنا مجرور بالتبعية، الحمد لله منشئ الخلق. وطبعا هنا منشئ الخلق، هنا الخلق طبعا سيكون مفعول به لاسم الفاعل منشئ، لأن اسم الفاعل منشئ هنا يعمل عمل الفعل من عدمي، وعدمي هنا مجرور كذلك بمن، ونحو يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فهنا كان بالنداء. نعم، طبعا الحمد طبعا هنا بأل، بالنسبة لأل بالجر والتنوين والنداء وأل، فهنا أل والجر لله والنداء يا إبراهيم، وهكذا. يشترط طبعا أن يكون معرفا بأل، أن يكون معرفا بأل، أو أن يكون منونا، أو أن يكون خبرا، أو أن يكون معنى، إذا كان حتى كذلك إذا كان خبر أو كذا فممكن أن يكون معتمل. نعم، ويختص الفعل بقبول قد والسين وسوف والنواصب والجوازم. طبعا ذكر هنا بعض ما يختص به الفعل، أنه يختص بدخول قد، وقد لا تدخل إلا على الأفعال، وكذلك السين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذا علامة على أن فعل. وسوف، كلا سوف يعلمون، ثم كلا سوف يعلمون، فكذلك لا تدخل إلا على الأفعال، وكذلك النواصب لا تدخل إلا على الأفعال. أريد أن أذاكر، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ناصب. والجوازم، فإن لم تفعلوا. فطبعا هذه علامة من علامات الأفعال، أنها تقبل دخول النواصب والجوازم عليها، وقد والسين وسوف، وبلحوق تاء الفاعل. تاء الفاعل سواء كان للمتكلم أو للمخاطب أو للمخاطبة، هذه تسمى تاء الفاعل. كتبت، كتبت، كتبتي، تاء الفاعل هذه علامة على أن هذا فعل، فلا تدخل تاء الفاعل إلا على الأفعال. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.